هذا حال الفريقين بعد نهاية المباراة. نقول مبروك للهلال مرة ثانية، هارد لك للخلود. مبروك للهلال، التمسك بالصدارة، العلامة الكاملة يعني في 5 جولات. يعني الهلال يسير بثبات يعني هذا الموسم مع التغييرات اللي حصلت يعني في الفريق، مع انضمام لاعبين جدد، مع رحيل سعود بن الحميد، إلا أنه الفريق يعني بكامل عنفوانه وصلابته يمكن أقوى من السابق. صحيح اليوم يمكن نستقبل الهلال وعلى غير العادة يمكن هدفين، لكن لو نظرنا يعني لظروف المباراة قد يعني تجد بعض المبررات يعني في ذلك. شاهدنا يعني شوط أول قوي جدا من الهلال، 3 أهداف. يبدأ الشوط الثاني بهدف أيضا، لكن يمكن كما ذكر جيسوس بعد المباراة أنه التبديلات أو اللاعبين البدلاء لم يؤدوا يعني المطلوب منهم. شاهدنا يعني مع دخول كنو يعني ما كان في أفضل حالاته، وانكشف حال الدفاع الهلالي كثيرا. شاهدنا إصابة علي البليهي، إشراك حسان تنبكتي، بعد ذلك إصابة حسان ودخول خليفة، تغييرات عديدة جدا، وغياب يعني روبن نيفيز اللي أعتقد أنه مهما يعني حاول البديل أنه يعني يقدم كل ما لديه لن يستطيع مل أو القيام بنفس الدور اللي يلعب فيه يعني نيفيز في مبارياته السابقة مع الهلال.